اهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. فيديو جديد عن باريس السيمبل. هتكلم كلام مهم جدا، فعايزك تتابع معايا الفيديو للنهايه. هنرد على اسئله المتابعين بالنسبه للناس اللي قالت السيمبل بيصير مع التيب. هنشوف التبن وهنشوف السيمبل تحت الدراسه، بالنسبه للغربال بتاع الدراسه هنشوف كل التفاصيل وهنشوف الاسعار وهنشوف انتاج الفدان ووزن الارداب. فتابع معايا الفيديو. في البدايه بشكركم جدا جدا، الف شكرا لكم على مشاركتكم طبعا للفيديوهات وعلى دعمكم للصفحة وعلى المتابعة، شكرا ليكم من القلب. بالنسبة للسيمبل، طبعا باريس السيمبل زي ما انت شايف يعني حاجة كويسة جدا جدا وحاجة مريحة جدا، يعني بسم الله ما شاء الله افضل من التنفيض بكتير، تمام. ولكن في ناس طبعا بتفضل ان هي تنفض السيمبل. طيب المهم بالنسبة لباريس السيمبل، طبعا زي ما انت شايف لازم تشيل عروس السيمبل بالشكل اللي انت شايفه ده، تمام، وان هي تكون واقفه ما تميلش خالص على اي جنب. دي اول حاجه اثناء الدريس. تفرش مفارش كبيره تحت الدراسه، تمام، زي ما انت شايف كده. ادي السمسم يا جماعه والميزان موجود اهو، يعني يبقى جاهز للبيع، يعني ممكن ياخد مرحله تنظيف بسيطه جدا جدا جدا، تمام. طيب السمسم بيوجع تحت الدراسه، تمام. الغربال ده يا جماعه غربال، يعني غربال الفول الصويا هيمشي، غربال الجمحة هيمشي، هو داريس السمسم زي داريس البسين بالظبط. زي ما انت شايف السمسم واجع تحت الدراسة اهو، تمام، حاجة كويسة جدا بسم الله ما شاء الله، حاجة نظيفة اهو. ادي السمسم كله والانتاج كويس جدا، تمام، اهو ادي الغربال اهو يا جماعة. يعني احنا حاولنا نصور لك السمسم وهو ايه بينزل طبعا تحت الدراسة. وادي التبن طبعا هنشوفه دلوقتي اهو، مفهوش اي سمسم خالص، يعني مفيش سمسم بيطير مع التبن ولا حاجة. أهم حاجة اللي تنتبه لها جدا، نقطتين مهمين جدا، صاحب الجرار يكون مشغل الجرار على الهادي جدا، دي أهم حاجة، تمام. ثاني حاجة اللي بيلجم يرمي واحدة واحدة زي ما أنت شايف، تمام، يعني ده مش فول ولا جمحة تملى الدراسة، لا واحدة واحدة، تمام، عشان الدراسة طبعا ما تدورش أو تتكتم جوه، فالجفلة هتيجي على السمسم وإحنا مش عايزين كده. السمسم بيجي تحت دراسه نضيف جدا جدا، تمام. بالنسبه لانتاج الفدان، اعلى انتاجيه الفدان السمسم 7.5 أراضي وممكن 8 أراضي، دي اعلى انتاجيه. السمسم اللي بيتدرس ده يا جماعه سمسم جاي طبعا من وزاره الزراعه، حاجه نضيفه جدا جدا، وصاحب الارض طبعا قال ان هو بيجيبه يزرع منه سنه ويتج منه سنه، تمام، وبعد كده يشتري جديد عشان التهجين بتاع السمسم ما يقلش. دي فكره مهمه جدا وحاجه كويسه جدا فتنتبه ليها. ده سمسم وزاره اسمه هاي تك، تمام، شكاره بتيجي 4 كيلو بيتم التخضير بيها. طيب بالنسبه قلنا الانتاج وعرفنا طرق الدريس وعرفنا طبعا السمسم بيقعد من 15 لحد 20 يوم بعد الحصاد ويتم الدريس، تمام. بالنسبه لوزن الارداب، يعني الناس بتتكلم كتير جدا عن وزن الارداب واسعار السمسم، يعني المهم ادي شيل العروس السمسم يا جماعه. وزن الارداب 120 كيلو، ده الوزن الحقيقي، التاجر بياخده 124 كيلو، يبقى نقدر نقول ان اقصى حد لوزن الارداب ب 124 كيلو، تمام؟ طيب بالنسبه لسعره حاليا 9200 جنيه لارداب بالسمسم، تمام؟ حسب المكان طبعا اللي انت موجود فيه. طيب قلنا انتاج الفدان، الفدان يعني اعلى انتاجيه الفدان السمسم ممكن يجيب 8 اراضي، تمام، اقل حاجه ممكن يجيب 5 لو يعني لو زرع تعبان شويه، يعني في المتوسط نقدر نقول متوسط انتاج فدان السمسم معاك من 5 اراضي لحد 7.5 أراضي 8 اراضي. ادي الظرف بتاع السمسم بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه شايفين يعني انتاجه كويس جدا جدا بسم الله ما شاء الله. عرضنا الاسعار، التاريخ النهارده 30/8/2024 عشان الناس اللي بتسال على التاريخ. رايك في التعليقات يهمنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.